قالت منظمة الصحة العالمية إن ربع حالات الوفاة العالمية لأطفال دون الخامسة يعود إلى البيئات غير الصحية أو الملوثة، بما في ذلك المياه غير النظيفة والهواء الملوث والتدخين السلبي. وأضافت المنظمة في تقريرها إن مثل هذه البيئات يمكن أن تؤدي إلى حالات إسهال وملاريا والتهاب رئوي قد تودي بحياة حوالي 1 مليون طفل سنويا، مشيرة إلى أن التعرض الضار قد يؤثر على الأجنة أيضا وليس فقط الأطفال. وبحسب التقرير فقد يزيد هذا من نسب تعرض الأطفال للالتهاب الرئوي وأمراض القلب والجلطة الدماغية والسرطان.